لو أننا نقبض على بدر البدور أو نسترجع الطاقية أو السيف الذهبي أو نستعيد القلعة. بدر البدور، بدر البدور، هيا لنختبئ. بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور. هنا يا حسن. الحمد لله. هل رأيت أحدا قبل لحظات؟ لا. مثل من؟ شعشبون ووسواس. إنني أبحث عنهما. لقد لمحت اثنين وظننت أنهما شعشبون ووسواس. أين ذهبا؟ لا أدري. يبدو أنني بدأت أشك بكل الناس. إنهما قادمان إلى هنا. جهز نفسك يا وسواس، فإذا اقترب من الباب ودخل إلى الكوخ نجز عليهما معا. هل تذكرين بهذا الكوخ ملقانا؟ إنني أحب هذا الكوخ، ففيه طفولتي وأجمل أيام حياتي. كلما نظرت لهذا الكوخ تذكرتك وأنت تحومين حوله وبين أشجاره ووسط رياحنا. إنه كوخ حبنا وسعادتنا وضحكاتنا. تعالي نلقي نظرة سريعة عليه. شيئا؟ لا. إنني أسمع صوت أحد يناديني. إنه حسن. أعرف هذا، ولهذا أرفع سيفي للانقضاض عليه. يا لها من فرصة. إن بدر البدور آتية معه. سأنقض عليها أيضا. لا لا، انقض على حسن فقط. أما بدر البدور فنحن بحاجة إليها، يجب أن نقبض عليها. هيا. هل سمعت شيئا؟ لا يا حسن. كأنني أسمع صوت أحد يناديني حسن حسن. عجيب، إنني لا أسمع شيئا. إن بدر البدور تعمل طاقية الإخفاء، وحسن يعمل السيف الذهبي. يا لها من فرصة، يا لها من فرصة. لماذا لا يدخلان الكوخ؟ عجيب، ما الذي أوقفهما؟ أنا متأكد أنني سمعت صوت أحد يناديني. انتظريني هنا حتى أعود. أكلنا لزاما علي أن ألبس ملابس امرأة. إنها الوسيلة الوحيدة لاقتناع عساكر شعشبون. لقد أمرنا حسن بتتبع عساكر شعشبون والتخلص منهم، وأنت تعرف أننا لا نقوى على مواجهتهم إلا بالحيلة. لم أسمع شيئا مما قلته، ولكن لما لا تلبس أنت ملابس امرأة وأنا أتصيد العساكر؟ لأنك أجمل مني. معك حق. هيا هيا ابدأ. اسمح لي أيها الشاب، أين الطريق المؤدية إلى زقاق النحاسين؟ تحرك يا فهمان، فأنا يتيمة وضائعة ومسكينة. عجيب، إنهما لم يدخلا الكوخ. لقد تعبت يدي من رفع السيف. انتظر، سأنظر ماذا حدث.
البتور تقف وحدها أمام الكوخ. وأين هذا؟ لا أدري. ماذا نفعل الآن؟ إذا نحن سرقناها وصرخت عاد إلينا حسن وجمدنا بالسيف الذهبي. نعم، وإن نحن تركناها غريب بيتنا، ولكن وإن عاد حسن ولم نستطع مفاجأته تجمدنا لا محالة. اسمع، أنا أرى أن نخطفها. كيف؟ اسمع، أنت تكمم فمها وأنا أسرق الطاقية، ولكن إياك ثم إياك أن تصرخ، وإلا عاد لنا حسن. لا تخف، فنحن سرقنا طاقية الإخفاء وصرخت بعد حسن. ألبس أنا الطاقية وأختفي، وبعد ذلك أسرق منه السيف الذهبي. ونعم الرأي. هيا. أين ذهب حسن؟ حسن! عفان! حسن! حسن! إلى الكوخ. لا يا أخي، نعم بها. إذا فلنسلك طريقا آخر غير الذي سلكه حسن. أي طريق؟ هيا. يجب أن نقبض عليهما يا حسن، يجب. كانا يبحثان عنك ليسرقا السيف الذهبي، وعن بدر البدور ليسرقا طاقية الإخفاء. لا خوف، إذن ها هو السيف الذهبي معي وبدر البدور معي أيضا. أين هي؟ تنتظرني أمام الكوخ. الحمد لله. إن شعشبون مجنون، لا يستمع لعقل ولا ضمير. لقد تحدثت معه وحاولت أن أفهمه أنه على خطأ وأنه يجب أن يغير من نفسه، ولكنه كلما أفهمته شيئا كلما ازداد غضبا وعنفا. لا فائدة منه ولا من وسواس. وسواس أسوأ منه، لأنه هو الذي يدله على طريق الشر ويزين له الشرور والظلم والطغيان. سنقبض عليهما بإذن الله. لقد فتشت عنهما في كل مكان، ولكن لا بأس. هيا نحضر بدر البدور ثم نتابع البحث عنهما. هيا. هيا. اسمحا لي أيها الشابان الوسيمان، أين الطريق المؤدية إلى زقاق النخاسي؟ فأنا فتاة يتيمة وضائعة ومسكينة، تحرك يا بهمان وأنا لا أعرف الطريق. فأن قلتما أنني لم أسمعكما. تحرك يا غبي، فأنا يتيمة وضائعة ومسكينة. تحرك. أين الطريق؟ هل تعرفان أين الطريق؟ لماذا تأخرت؟ لقد أعجبني المنظر، إنه مضحك. حينما تراني أتحدث تحرك بسرعة. أمرك. يا لك من غبي. ماذا تقول؟ بدر البدور، افتح الباب. بدر البدور، بدر البدور. عجيب، أين تركتها؟ هنا. بدر البدور، كفاك مزاحا. ماذا تقصد يا حسن؟ ربما لبست طاقية الإخفاء فاختفت لتمزح معي. يجوز، ما دام طاقية الإخفاء معها يجوز. بدر البدور، كفاك مزاحا واخلع الطاقية عن رأسك. لا أظن أنها تمزح في مثل هذا الوقت يا حسن. ربما تركت المكان.
ولكني طلبت منها أن تنتظرني هنا. يا ساتر يا رب. بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور. أين سنخبئه الآن؟ إن المعسكر هو أفضل مكان يا سيدي. هيا خذها إلى المعسكر إذن، وضع عليها حراسة مشددة. وأنت؟ أنا سأذهب للبحث عن حسن لأسرق السيف الذهبي منه وأجمده به بعد أن أرتدي طاقية الإخفاء. أسرع يا سيدي، لا تتركني وحدي، أنا خائف. لا تخف يا وسواس، لن يستطيع أحد العثور على معسكري. هيا هيا يا بدر البدور. اسمع يا وسواس، إذا لم أعد قبل منتصف الليل بالسيف الذهبي، جهز المنجنيق الناري. أمرك يا سيدي. لنقصف القلعة مرة ثانية. أمرك يا سيدي. أنا ذاهب الآن. مع السلامة. أحم أحم. اسمح لي أيها الشاب الوسيم، أين الطريق المؤدي إلى زقاق النخاس؟ صبعاً صبعاً، يا آسف يا أخي، انهض يا أخي انهض. من 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 الذي برا؟ أنا يا أخي، أنا آسف. من من ماذا تقول؟ أنا فهمان يا أخي. سمعان، ومن هو سمعان؟ أنا سمعان، أنت سمعان. أنا سمعان، أنا سمعان. هل رأيتما بدر البدور؟ انظر يا حسن، انظر يا حسن كيف أوقعنا بهذا العسكري، ولكنني ضربت سمعان أيضا. قلت هل رأيتما بدر البدور؟ هل اختفت؟ نعم. لابد أنها لبست طاقية الإخفاء إذن. ماذا يريد منصور هذا؟ هذا هو الشاطر حسن، ويسألنا عن بدر البدور. هذا هو السور، بدر البدور. لا حول ولا قوة إلا بالله. شعشبونا، خفاش، اذهب إلى سوق النحاسين وابحث عن بدر البدور، أرجو أن تجده. أخشى أن يكون قد وصل إليها شعشبون. لا أعتقد ذلك، فهي تلبس طاقية الإخفاء. ولكن أين ذهبت؟ هيا هيا يا شعشبونا. هيا سمعان فهمان. نعم. اذهبا أنتما أيضا وابحثا عن بدر البدور. هذا قال، تعال معي. هيا بسرعة. بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور. لقد تعبت. يبدو أنها ليست هنا. فلنسترح قليلا. نعم فلنسترح قليلا. لطالما ضحك هذان المغفلان مني ومن عساكري، الآن سأضحك عليهما. من الذي صفعني؟ صفعك؟ ما عاش من صفعك؟ من هو؟ الآن سأصفعهما معا. الآن عرفت من صفعني. وأنا الآن عرفت من صفعني. من صفعك؟ ماذا تقول؟ قلت من صفعك؟ أنت. أنا؟ أنت الذي صفعتني. أنت الذي صفعني. Thank you.
هل رأيتماها؟ قلت هل رأيتماها؟ ماذا تفعلان بنفسيكما؟ سمعان أيها المغفل، كفى يا سمعان، كفى يا فهمان، ما هذا؟ الآن أستطيع أن أسرق السيف الذهبي من حسن دون أن يدري. قلت كفى أنت وهو، كفى أنت وهو. يجب أن ألحق به. بدر البدور، بدر البدور، أين ذهبت؟ بدر البدور أجيبيني، أين ذهبت؟ يده عن مقبض سيفي، لسحبته وجمدته به. لو أنه يثبت بمكان واحد لسللت السيف من غمده وسرقته. بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور، لقد أتحذني من كثرة الرقد، لكن يجب أن أظل وراءه حتى أسرق السيف الذهبي وأجمده به. أنت الذي صفعتني، أنت الذي مزقت ثوبي، أنت الذي عضني، أنت الذي ضربني. حسناً سترى. حسناً انتظر. أما زلتما تتشاجران؟ أما زلتما تتنازعان؟ هكذا أنتم دائماً، وسط الأزمة، وسط النزاع، وسط البحث عن بدر البدور، تتشاجران وتتنازعان. عن النزاع فيما بيننا ولو لليلة واحدة، ليوم واحد. أختكما بدر البدور مختفية، يعلم الله أين هي، وأنتما تتشاجران وتتنازعان أيها المغفلان. ماذا يقول؟ يقول الصدق. أين البرق؟ يقول كفانا نزاعا وشجارا وتمزيقا لبعضنا البعض. أنت تطرحني على الأرض، تعال هنا. من هناك؟ شعشبون، سيدي شعشبون، هل سرقت السيف الذهبي؟ لا فائدة يا رب، إنه كالجندب، لقد أتعبني وأنا أركض خلفه، إنه لا يهدأ ولا يستكين ولا يستقر في مكانه. اخلع الطاقية الآن يا سيدي ودعنا نراك. كم أنا متعب. قوي الشوكة الشاطر حسن وسيطر على القلعة وعلى السيف الذهبي،
أنا ما جئت إلى بلاد الزهور إلا لأسرق السيف الذهبي وأهرب به لأصبح سيد العالم. يجب أن أستغل ضعف شعشبون لأسرق الطاقية والسيف الذهبي. سيدي شعشبون، ما رأيك يا سيدي أن تجلس أنت هنا لتحرس بدر البدور، وأذهب أنا للبحث عن حسن لأستعيد لك السيف الذهبي، لك وحدك، لك أنت. لا فائدة الليلة من السيف الذهبي، يذهب غدا. لا يا سيدي، الليلة أهم، لأنه لو كشف أمري الشاطر حسن وأنا أحاول سرقة السيف لاستطعت الهرب دون أن يجمدني بالسيف. صدقت يا وسواس، صدقت. أعطني الطاقية إذن. هذا البدور، إنه حسن، إنه قادم إلى هنا. هذا البدور، ماذا نفعل يا وسواس؟ لا تخف يا سيدي، نحن نستطيع أن نغلبه الآن لأن مفعول السيف قد بطل بسبب الظلام. حسن، هذا البدور، هيا نختبئ يا وسواس، وإذا اقترب حسن من هنا أهجم عليه أنت وأمسك به وسأضربه أنا على رأسه. هيا لنختبئ. هذا البدور، هذا البدور.